بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في نصيحة الولاة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة الله عز وجل من ولاه الله عز وجل أمركم ويسخط لكم. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم من حديث سهيل. هذا الحديث الجليل رواه مسلم، وروى البخاري الشطر الأخير منه، حديث صحيح، وهو يحوي على فضائل كثيرة وأمور مهمة لكل مكلف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل، تره معنى عز وجل، عز من العزة، العزة بمعنى أن المعتز صاحب العزة لا يضام، ما يرد له قول، فإذا أراد أمرًا نفذه، وإذا قضى أمرًا لا يستطيع أحد أن يرجعه. وجل من الجلال، أي أنه من الهيبة والعظمة ما يذعن له كل المخلوقات، الله عز وجل. ولذا إذا ذكر الله عز وجل ينبغي أن يمجد ويثنى، تقول: الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى، الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن الله عز وجل: إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا. الرضا من المخلوق بمعنى القبول، وأن ما فعل في حقه ارتاحت له نفسه، ولذا جاء في البيع في البيوع: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن رضا. الرضا قبول النفس، والرضا أمر خفي، الطرف الآخر ما يعلم أنك راضي ولا غير راضي. فإذا جرى البيع بين طرفين لا بد من التراضي، هكذا قال الله عز وجل.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراضٍ. لما كان الرضا أمراً خفياً لا يدرك بالبصر، جعل مكانه أحوال وأفعال تدل على أن القائم بالبيع أو الشراء راضٍ عن هذه الصفقة. هذا الذي جعل بديلاً عنه هو أن يقول المشتري قبلته ويقول البائع بعته، فإذا قال بعت والطرف الآخر قال قبلت وليس هناك إكراه، دل على أنه راضٍ بهذه الصفقة. ولذا بيع المعاطاة كرهها بعض الفقهاء وأجازها بعضه، يعني يوم تأتي للخباز أو بائع شيء من هذه الجزئيات التي هي معروفة أجزاؤها تعطيه الدراهم تأخذها دون أن تقول كم هي، لأنك جاره وعميله وتعرف سعرها، فما تسأله كم السعر وكم الثمن، هل يسموه بيع المعاطاة. أجازها بعض أهل العلم وبعض أهل العلم لا يجيزها، لابد أن تقول بكم هذه السلعة أو تعرف، تقول هذا ثمنها وتعطيه الثمن. عرفنا معنى التراض ومعنى الرضا. الرضا من الله عز وجل، الرضا من العبد قبول الشيء وانشراح له، بمعنى أنه ليس هناك مجرد قبول بل ما هو أزيد من القبول، أنك قبلته عن ارتياح نفس وانشراح. هذه الصفات إذا أسندت إلى الله عز وجل لا تشبه بصفات المخلوقين، كما أن ذاته الجليلة لا توصف لا تمثل بذوات الخلق، له ذات اختص بها سبحانه لا يعلم كنهها أحد، مهما جرى في خيالك وفي خواطرك أمر فالله خلاف ذلك، كذا صفاته ما تعلم. يضحك ربنا سبحانه وينزل ويصعد ويراه الناس يوم القيامة ويتكلم ويسخط، لكن هذه صفات اختص بها لا تشابه صفات المخلوقين. فإذا قال الله عز وجل أنه يرضى له، بمعنى، لأن كلمة يرضى له يختلف معناها أن تقول رضي عنه، ويختلف معناها إذا قلت رضي به. الرضا بالشيء تختلف دلالته عن قولك رضي له بكذا، ويختلف عن قولك رضي عنه. إذا رضي لك بذلك معناه أن الله سبحانه وتعالى اختار لك واصطفاك لعلمه أنك أهل لهذا. اختيار الله عز وجل أي أنه اختص وتفضل، اختار لكم ذلك، هي بمنزلة قولك رضي لك بذلك. رضي الله لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، بمعنى أن الله عز وجل اختار لكم ثلاث خصال. اختيار الله عز وجل لمعرفته تمام الحكمة ومعرفته تمام المصلحة للمخلوق. اختار لكم أيها المؤمنون، لا لكل أحد، لأنه علم سبحانه أنكم أهل لهذا الاختيار. فإذا قال سبحانه رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا عنه الرضا عن العبد بمعنى أن الله عز وجل علم من العبد استقامة وعلم من العبد تمام الطاعة، فكان ذلك أن الله عز وجل وفقه
لهذا العمل وقبله منه. فإذا قال الوالد لولده المخلوق أنا رضيت عن هذا الولد، بمعنى أزلت سخطي عنه. وكذا الله إذا قال رضي عن الصحابة ورضي عن هذا المؤمن، أي أنه أزال سخطه عنه. إزالة السخط هي الكراهية والمقت، فإذا أزيل ذلك حل مكانه الرضا. فإذا وجد الرضا بمعنى أنه وجد من الراضي إنعام وتفضل وإكرام، ورضي الله عنهم أنه أكرمهم ووفقهم وأعانهم وسددهم. فإذا قلت رضي به، أنت تقول رضيت بالله ربا، ما تقول رضيت عن الله، ولا تقول رضيت لله، تقول رضيت بالله ربا، أي أخترته وقبلته سبحانه أنه هو ربي الذي خلقني وأوجدني وأعانني ووفقني. هذا الفعل الرضا يختلف باختلاف متعلقاته. حروف الجر إذا دخلت على الفعل تغير معناه. فإذا قال في الحديث رضي الله لكم ثلاثا، معناها إيه؟ أي اختار لكم خصالا لأنكم أهل لهذا التفضيل والاختيار. ما هذه الخصال التي اختارها الله لعبده المؤمن؟ اسمعوه الآن، اقرأ. إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم ثلاثا، ثلاثا إما أن تكون تمييز. التمييز يا عبد الله اسم منصوب يأتي لبيان شيء مجمل. تقول امتلأ الكأس، امتلأ من حليب ولا لبن أو دهن أو غير ذلك من السوائل. فالإنسان ما أدري، ميز هذا النوع الذي ملأ هذا الكأس. فإذا ميزته سمي ذاك الاسم تمييز. تقول امتلأ الإناء ماء، تنصب ماء على أنه تمييز. واضح هذا؟ إن الله لا يرضى لكم ثلاثة، إما أن تجعلها تمييز أو صفة لموصوف محذوف. إن الله يرضى لكم خصالا ثلاثة، هذه الخصال الله يرضى من العبد خصال كثيرة جدا، إنما نوه بذكر هذه الثلاثة لأن بها تقوم شؤون الكون والوجود. لو إذا لم توجد هذه فسد نظام الكون. إذا معنى فسد نظام الكون ما هو معناها أنه انهار والناس ماتت، لا يا عبد الله. شرع الله كتابه المنزل إذا حكم به قام أمر الناس، وإذا لم يحكموا به ما يقوم أمر الناس. إيش معنى ما يقوم أمر الناس؟ تجد الناس في ذعر وخوف من أحده من الآخر، لا يأمنه ويحتاط على بيته ويحتاط على ماله، وإذا عاملك عاملك بحذر. أي عيشة هذه؟ هذا فساد ولا مو فساد؟ لما يكون الإنسان لا يمشي مطمئن ولا يأكل وهو مرتاح ولا يستطيع أن يأوى إلى منزله إلا هذه حياة ما هي حياة التي أرادها الله عز وجل. ولذا إذا قال ربنا لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفهم منها أن يقطع الأشجار ويهدم البيوت، لا، لا تفسدوا في الأرض يعني لا تعملوا فيها بالمعاصي. إذا استفحل الزنا ما يأمر الإنسان على أهله، وإذا كثرت السرقات بقي الإنسان قلق ومضطرب القلب كيف يحفظ دراهم. وإذا علمت أن هناك
أمر فوضى في خداع وغش وغش لا تخرج إلا وقلبك مشغول الخاطر، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه الثلاث بها قوام الناس، إذا عدمت فسدت الأرض. أول هذه الخصال اسمعوها، اقرأ يا عبد الله. تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أول ها يرضى لكم ثلاث، أول هذه الثلاث التي يرضاها لنا واختارها لنا ربنا، نحن المؤمنون وله الفضل منا، قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ترى يا عبد الله الكلمة سهلة على اللسان لكن معناها طويل وعميق. العربي السليم الفصيح يدرك معنى هذه، ونحن لأن بعدنا عن اللسان الفصيح وعن دلائل الشرع نحتاج إلى بسط معناها لأجل أن نفهم. قال أول الثلاث التي يرضاها لكم ربنا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. العبادة معناها الطاعة، لكن الطاعة بمعنى أنك تذعن وتستسلم للأمر والنهي. فلان يطيع الأمير يعني ينفذ الأوامر ويقبلها، فلان يطيع والديه بمعنى أنه إذا أمراه لا يعصيهما، وإذا نهاه عن شيء اجتنب ذاك الشيء، تقول فلان يطيع. إذن معنى العبادة إيه؟ طاعة. لكن الطاعة وحدها لا يطلق عليها عبادة، لابد أن تصطحب وتقرن بمحبة وذلة. إيش معنى الذلة؟ الذليل يعني المنكسر الذي لا يستطيع أن يقوم بقضاء حوائجه، لا بد من معين، فيه فقر ذاتي وفيه خضوع وفيه استكانة، تقول فلان ذلة. هذه الذلة لله عز وجل ليست لمخلوق، لأنها جزء من العبادة مع محبة تامة. الإنسان قد يطيع أحد العتاة والجبابرة لكن ويطيعه بذلة، لكن مجرد عن محبة، لكن هذه طاعة مع ذلة مع محبة. إذا اجتمعت هذه الثلاثة قيل فلان يعبد الله. اضبطوا هذه تماما. طاعة، أمرك بالصلاة تصليها، تستسلم، مع ذلة مع تكبر. من عبد الله عبد الله بكبرياء ليس بمؤمن. لا بد أن تعبده مع بطاعة في ذلة وانكسار مع محبة، لأن العبد قد يذل لمخلوق آخر لكن لا يحبه في قرارة نفسه. الله عز وجل جعل العبادة التي لله عز وجل أن تصطحب هذه المعاني الثلاث: طاعة في تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي مع ذلة وانكسار ومحبة في ذلك. إذا اجتمعت قيل هذه عبادة. الله عز وجل قال أن تعبدوه، إن الله لا يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. عرفنا معنى العبادة؟ طاعة مع ذلة مع محبة تامة. هذه الذلة كلما كان للعبد ذلة لله عز وجل كانت فيه حرية، تحرر بمعنى أنه لا يخضع لأحد. فإذا تمت هذه الذلة وتمت هذه الطاعة في غاية كمالها مع محبة أصبح الإنسان حرا.
الحرية في الجسد والقلب، علم أن الله المدبر للكون وحده المتصرف الذي يفقر ويغني ويسعد ويشقي، ما أحد يرتفع في الدنيا إلا إذا أذن الله بارتفاعه، ولا أحد يهان إلا إذا أهانه الله عز وجل، ولا يفتقر أحد إلا إذا منع الله فضله عنه. فإذا كان وحده المتصرف وعلمت أن بيده مقاليد الأمور، تخاف من غير الله وترجو من إلا الله عز وجل. فإذا كان في القلب خوف لمخلوق أنه يغني ويفقر ويبعدك عن الوظيفة ويقطع عنك الرزق، هذا ما عبد الله. لابد أن تطيع الله بالقلب والجوارح، تعلم أنه وحده المتصرف. إذا عرفنا هذه العبادة إذن معنا ولا تشرك به شيئاً، إن الله لا يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه وحده، ولا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. كلمة لا تشرك به شيئاً، هذه اللفظة أهي لتأكيد لا تعبد الله؟ بمعنى ما لها معنى إلا أنك أكدت، تقول: يا فلان اجلس قاعداً. قاعد ايش معناها؟ تأكيد للجلوس، ما هو تأسيس للفظ معنى آخر مستقل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، تأسيس أو تأكيد؟ عرفنا معنى التأسيس إيه؟ يعني معنى مستقل، ومعنى التأكيد معناه إيه؟ أنه إنما جيء به لتأكيد وتوثيق ما سبق من كلامه. لا تشرك به شيئاً، أي لا تجعل له ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. فإذا قلت: أنا خاف فلان أني لو لم أفعل ذلك منعني من الوظيفة، أو تقول: أنا أرجو فلان لأنه سيفعل معي كذا من الحسنات ومن الأموال، وإني أفعل، تجعل الرجاء والخوف والطمع وغير ذلك من الميول القلبية لبعض المخلوقات. ما نتكلم عن الخوف الطبيعي، لأن هذه في الإنسان. أنت تخاف من الحيوان الشرس، وتخاف من صاحب الجبروت والظلم، لكن ليس هذا شيء طبيعي. الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا وسعه. ما نهاك عن هذا، نهاك عن الخوف الذي تعلم أنه لا يملكه إلا الله عز وجل. العبد ما يملك ذلك، هذا المنهي عنه. إذن ولا تشرك به شيئا، زيادة معنى غير المعنى أعبد الله وحده، أي لا تجعل هناك ند أو نظير. الجماعات، الفرق الخارجة غالبة عن خط أهل السنة والجماعة أو الخارجة عن الإسلام، إما أن يكون لهم زعيم، وهذا الزعيم يطلب من أتباعه ومريديه أن يستحضروا بقلوبهم عظمة هذا الشيخ، لأنه يعلم عنك، فإذا علم عنك ما لا يرضاه يذلك ويفعل معك كذا وكذا. الله وحده المتصرف في خلقه، لا يملك أحد، لا نبي ولا جبريل ولا أحد من خلق الله يملك أن ينفعك أو يضرك، الله وحده المتصرف. فأنت جعلت لله جدا: أنا فلان أخشى هذا ساحر، إن لم أداره وأعطيه طلبة يمرض ولدي ويفعل مع كذا. فأنت جعلت لله نظير، تذهب إلى الكاهن لأجل أن يرى لك مستقبلك. أنا ما أعرف
أخيراً هذا السفر ناجح، هذه التجارة ناجح، هذا الفريق الذي ألعب معه أفوز عليه أو ما أفوز، فيذهب إلى الكاهن لأجل أن يعلم له مستقبله والغيب. فجعلك هذا المخلوق يعلم شيئاً من الغيب، أنت أشركت بالله عز وجل وجعلت له نظير. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. في الحصة القادمة إن شاء الله نكمل ما استطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل نسأل يقول: في المسجد الحرام إذا كان الإمام يصلي في الرواق بعيداً عن الكعبة بسبب الزحام، فلو أعد السؤال يا عبد المغني. في المسجد الحرام إذا كان الإمام يصلي في الرواق بعيداً عن الكعبة بسبب الزحام، فلو صلينا بقرب من الكعبة في غير جهة الإمام، هل فضله كمن صلى خلف الإمام؟ لا. هذا السؤال الطويل العريض يغني عنه أن تقول الصف الأول هو الذي خلف الإمام، أو لأن الصف الأول مرغوب. النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أنهم يزدحموا على الصف الأول وليكونوا هناك، لأن الرحمة والفضل والثواب العظيم هو في ذاك المكان. فهذا يسأل اللي في الجهة الثانية هل يكون مثل الذي خلف الإمام؟ هذا معناه، عرفنا؟ أنا ظننت أنه يقول أن الصف الآخر الذي من جهة المقابلة للكعبة التي ليست هي في وجه الإمام، هل يعتبر هذا أمام الإمام تقدمه أو لم يتقدم، أو تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ أنا ظننت أنه يريد ذلك، وما يريد ذلك، يريد أن يقول أن هذا مثل الذي خلف الإمام، أي هو الصف الأول أو ليس الصف الأول. الصف الأول هو الذي خلف الإمام وامتد على سائر دائرة الكعبة، هذا يسمى الصف الأول، سواء ذاك كان أقرب إلى الكعبة أو أبعد عن الكعبة. نعم، جيب السؤال الآخر. هل من بأس علي هل من بأس علي إذا كنت أحب قراءة بعض سور القرآن أو أحب سماعها من القارئ أكثر من بقية السور، وهل هذا من النفاق؟ ليست آية في كتاب الله عز وجل إلا وفيها نفع وفائدة. كونه أنه يحب قل هو الله أحد، لأنها فيها من صفات الباري سبحانه وتعالى صفات جليلة، الله أحد ليس له نظير. فإذا كان ليس له نظير ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل، تعتز بأنك عبداً له، فأنت حر حينئذ، قلبك لا يخشى أحد ولا يرغب في أحد ولا يميل إلى أحد إلا إلى الله عز وجل. أمرك بالطاعة وأمرك بالإصلاح ونهاك عن الفساد. فإذا كان كذلك، أعد السؤال يا عبد المؤمن. هل من بأس على إذا كانت قل هو الله أحد فيها هذه المعاني: الله الصمد، الصمد بمعناه من بلغ فيه السؤدد عن السيادة، سيد القوم رئيسهم وأشرفهم، ولا يكون سيدهم أشرفهم وأفضلهم إلا واجتمعت فيه خصال فاق فيه أفراد القبيلة: كرم وشجاعة وعفة وتضحية. فالله اجتمعت فيه صفات السؤدد، وهو أعلم الناس، لا يخفى عليه شيء، بلغ في غاية العلم أنه يعلم ما تسقط من ورقة وما تنبت من شجرة
ويعلم ما خفي داخل البحار وخارجها، أحاط بكل شيء علما. وتعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه في الكون شيء. المخلوق إذا أراد تحقيق شيء عالجه لابد بأدوات وآلات. الله عز وجل بلفظ كن فيكون. وتعلم أن الله عز وجل غني بذاته. إيش معنى غني بذاته؟ العبد يغتني لأنه مد بمال وأعطي عافية ومنح بجوارح، يعني آلات وأدوات. فإن كان استطاع أن ينتفع انتفع بما أعطي، ليس من عنده. الله عز وجل غني بذاته، ما أحد أغناه، كلهم فقير إليه. فإذا علمت أن هذه الصفات العلم والقدرة والرحمة والقهر والعلو كلها صفات اختص الله بها عز وجل، وهي من أعلى صفات الكمال، وهو الصمد، لم يلد ولم يولد، ما جاء عن أحد سبحانه، وليس له في الدنيا نظير ولا في الآخرة نظير. فأنت إذا قرأتها مجدت الله وحمدته وعرفت معناها، فهي من أفضل السور. كان أحد الصحابة يصلي بالناس، فإذا قرأ سورة قرأ معها قل هو الله أحد، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يقرأ سورتين، ألا يكتفي بالأولى؟ فناداه صلى الله عليه وسلم إن قومك كذا وكذا. قال يا رسول الله إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. إذا كان هذا بهذا المعنى سليم، وأما إن كان بمعنى آخر وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يحب هذا المعنى، لأن الفواجر والفاجرات يحبون هذا النوع من القصص. فإذا كان هذا المعنى لا، ما تكرم عليه. فإذا أحب سورة فيها معاني الفضل وفيها تمجيد الله يؤجر عليها، لكن ليست آية من آيات الله في هذا الكتاب المنزل إلا وفيه هدى ونور. لا تحاول أن تغفل عن آيات الله، اقرأها جميعاً هو أفضل، وتمعن وتدبر فإن الله عز وجل ينفعك بذلك. نعم. يقول الناس في التشهد هل يكفي أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ جاءت هذه وهذه، وأغلب الروايات أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أضفت إليها ذلك ما في شيء. عرفتم سؤاله؟ نعم. من كان يحب الصلاة في المسجد حتى وهو مسافر يحرص على البحث عن مسجد ولا يقصر ولا يجمع الصلاة، وينشرح قلبه إذا رأى المساجد حتى لو كان في الطريق. يا سلام. أهو من السبعة الذين علامة إيمان إن شاء الله. حب ما يحبه الله عز وجل وبغض ما يبغضه الله عز وجل من أعلى درجات الإيمان. أعلى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ترى كلمة سهلة في اللسان، لكن تطبيقها ترى ما هو كل أحد يجرى على ذلك. تبغض في الله، تبغض الذي لا يصلي، والذي يؤذي المسلمين، والذي يخدعهم في أموالهم، والذي ينتهك أعراضهم، والذي يغتابهم من خلفهم. لكن ترى بعضنا يجالس هؤلاء ويؤاكلهم ويشاربهم. فإذا كان ما يبغضه الله أنت صديقه، كيف تكون أنت يا عبد الله عبدا لله؟ ما يكون هذا. عرفنا معنى الإيمان. فإذا أحببت ما أحبه الله، أحب الأماكن إلى الله عز وجل المساجد،
وأبغض الأماكن الأسواق، لأنها مأوى الشياطين. فإذا أحببت هذه فإن الله يؤجرك، وإذا أبغضت هذه لأجل الله فإن الله يؤجرك. نعم يا عبد الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد.